سلام شباب، اليوم راح نتكلم عن طريقة تخزين البرنامج كامل في الـ MG Edition 1000 الألف. بالنسبة لك أنت، إذا مثلا كنت حاطط الفاكتوري في إيقاعات واللوكال واليوزر والدايركت، على أساس أني أنا أسحب البرنامج كامل من الجهاز، أوكي، وحفظه عندي على شكل باك او ست. بس احنا الافضل انك اذا بالجهاز بخصك انت، انك تاخذ الباك كامل بالنسبة للجهاز، فبحفظ لك الفاكتوري واللوكال واليوزر والدايركت كلهم، بحفظ لك اياهم في باك واحد، على اساس انك انت اذا صار اي مشكلة عندك بالبرنامج، فرمته، نزلت برنامج عمل لك مشاكل بالجهاز، انك تنزل البرنامج كامل من غير اي مشاكل. الطريقة، تعمل اكزيت هون، بتروح على ميديا، من ميديا في عندك خيار اسمه يوتيليتي، الخيار قبل الاخير، وبتروح على الريسورس، فول ريسورس، اول واحد باك اب، تعلم عليه وتعمل اكسكيوت. طبعا بامكانك انك تخزنه على الجهاز، اوكي، على الديسك، وخد لك نسخة على اليو اس بي. مثلا اخذناه على اليو اس بي، بروح بعمل باك، باجي هون بحدد اسم الباك اللي بدي اياه، فليكن مثلا 1000 MG، ويفضل انك انت تكون محدده بتاريخ، مثلا عندي 20 شهر 12، عندي داش، بدينا نحط داش 12، هاي تاريخ 15، اعطيه اوكي، بعمل باك على اليو اس بي في حالة اني، وبعطيه اوكي، فبيعمل تنزيل كامل للفاكتوري ولليوزر وللوكال، كلها البرنامج كامل بحفظ لك اياه بنسخة لك انت بالجهاز، في حالة انك نزلت برنامج ما عجبك، عمل لك خربطة بالفاكتوري او باللوكال او بالامور هاي، بترد بتعمل عملية تنزيل للبرنامج من اول وجديد. نفس الطريقة، بتروح على ميديا، بتروح على يوتيليتي، وبتاخذ الخيار الثاني، اوكي، الريسورس، ماشي، وبتحدد اسم البرنامج اللي انت نزلته اللي هو 1000، وبتعمل سيلكت، ماشي، وبنزل البرنامج من اول وجديد. بس احنا الان عم نعمل عملية حفظ للداتا الموجودة بالجهاز بالنسبة للايقاعات والاصوات وهاي الأمور. يعطيكم العافية شباب.